على أخبار من اي تي في العدالة وفيها: الأمير يثمن تفاعل مجلس الأمة وتعاون الوزارات والجهات المعنية وتجاوب المواطنين أثناء تداعيات أزمة الأمطار. اي تي في العدالة ترصد أثار أزمة الأمطار بمدينة صباح الأحمد السكنية. لا مخالفات على زجاج المركبات التالف حاليا نظرا للأحوال الجوية. البيئة تدعو لتوخي الحذر عند إقامة المخيمات الربيعية. ومن العناوين إلى التفاصيل: بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية شكر لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أعرب فيها سموه عن خالص شكره وتقديره له ولأعضاء المجلس على ما أبدوه من تعاون وتفاعل مع التداعيات المصاحبة للأجواء الجوية التي تعرضت لها البلاد. كما بعث سموه ببرقيات شكر وتقدير لرئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، وإلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وإلى جميع الوزارات والجهات المعنية بأزمة الأمطار. جدد فيها سموه خالص شكره وبالغ تقديره لهم على كافة الجهود التي بذلوها لمواجهة التداعيات المصاحبة للأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد. كما جدد سموه الشكر للمواطنين الكرام على ما أبدوه وقدموه من مساعدة للفرق العامة والجهات المشاركة، والتي جسدت روح التعاون والتعاضد التي جبل عليها أهل الكويت في السراء والضراء، والتي جسدت روح الأسرة الكويتية الواحدة. تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح اتصالا هاتفيا من وزير الداخلية التركي سليمان سويلو اطمأن خلاله على تداعيات موجة الأمطار وتقلبات الأحوال الجوية في البلاد، مبديا استعداد بلاده لتقديم كل أنواع الدعم للأصدقاء في الكويت، متمنيا السلامة لكل أهل الكويت والمقيمين على أرضها. في متابعة لأكثر مناطق الكويت تأثرا بأزمة الأمطار التي شهدتها البلاد، توجه مراسل اي تي في العدالة فهد الزايد إلى مدينة صباح الأحمد السكنية لرصد أثار الأزمة هناك وجهود الجهات المعنية لمواجهتها. الاستعدادات الحمد لله كانت استعدادات جيدة، ولكن الأمطار فاقت كل التوقعات وكل قدرات الدولة، ولله الحمد قدرنا ان يعني استطعنا ان نستوعب كثير منها. في جهود الان عند جهات مشاركه بازاله المياه من مدرج مطار الكويت بالتعاون مع الحرس الوطني والنفط وشركه النفط وكذلك وزاره الاشغال بسحب هذه المياه، بحيث انه يكون حركه الطائرات حركه سهله خلال نزولها وإقلاعها، وكذلك في التاكسي. عندنا الآن في مدينة صباح الأحمد هناك تجمع مياه في المجرور، نحاول أن نفضي هذا المجرور لكي يستوعب الأمطار المتوقعة في الفترة القادمة. قبل ما أجي هني أنا مريت على نفق المنقف والحمد لله تم افتتاحه بالاتجاهين ولله الحمد. الآن أمامنا الدائري السابع، العملية على قدم وساق بإزالة المعوقات وسحب المياه والأتربة، بحيث أن نفتح هذا الطريق إن شاء الله في أقرب فرصة ممكنة. لابد الآن من بعد أن نزيل المعوقات كلها وتسير الأمور كما يرام، يصير هناك خطة واضحة لمراجعة الأسباب التي أدت إلى وجود هذه السيول في هذه الأماكن، لوضع خطة متكاملة لمنع هذه الشعيب والسيول من أن تصل إلى المناطق الإسكانية، بحيث نعمل ممكن برك كبيرة أي كان. بالنسبة كذلك لنفق المنقف إن شاء الله هناك خطة أن نعمل مجرور خاص للنفق باتجاه البحر، بحيث يكون خاص فقط لنفق المنقف حتى نستطيع أن نحمل جميع المياه عليه ويكون تروح مباشرة إلى البحر ولا تتأثر فيها المنازل القريبة منه. رسالة هذه من قبل 3 سنوات والناس كلها تشتكي عن
المشاكل الموجودة في مدينة صباح الأحمد، وكانت الناس تقول توصل رسالة حق الوزراء بالنسبة حق وصلنا حتى لرئيس مجلس الوزراء. يعني ما أدري أنا وين المشكلة، الخلل اللي قاعد يصير، يا هم يعني يهمشون مدينة صباح الأحمد وأهلها وأن الأمر عادي وأن طنش الأمور ما في إلا العافية، ولكن قدرة رب العالمين الحمد لله على أمطار الخير كشف كل الموجود ولا العيوب أو كلام الناس اللي كانت تقوله، كانت توصلهم الرسالة على الخمار والمشاكل الموجودة فيها. والحين سبحان الله مو قدرتي أنا ولا قدرة أحد، ولكن قدرة رب العالمين اللي هي خلتهم وبينت شنو صباح الأحمد، شنو فيها المشاكل وشنو فيها العيوب. قابلنا تقريبا كل الوزراء المختصين بالخدمات، وقدمنا لهم كل النقاط والمشاكل اللي احنا قاعد نعاني منها هني بالمدينة، وأهمها طبعا اللي هي مشكلة الصرف الصحي اللي هو المكان اللي احنا فيه الحين. فالنقاط هذه كلها المشكلة ان احنا واجهنا شيء انا بصراحة بقوله بالعلن يعني، وانا اتحمل مسؤولية الكلام اللي انا اقوله، ان المسؤولين ما قاعد يوصلون الصورة الصحيحة للقياديين بالدولة بصراحة. يعني مسؤولين يقول معلومات مو صحيحة، احنا نصحح للسادة الوزراء المعلومات اللي قاعد يقولونها القياديين اللي في الوزارة، وهذا مو دورنا احنا كمواطنين، بس احنا هذا اجتهاد من عندنا من المعاناة اللي قاعد نعاني منها هني بالمدينة. نبي مدينة العاب، ونبي شو اسمه حدائق عامة، ونبي ملاعب. هاي مشاكل مدينة صباح لا تعد ولا تحصى يعني، واعتقد ان بعد هطول امطار يعني صار كل شيء واضح عيانا، سواء يعني الحكومة ولا غيرها. واظن نفس ما انتم شفتوا يعني شو اللي حصل، حصل ان مدينة صباح الأحمد يعني شريان الحياة لها هو الطريق الوفرة اللي هو طريق 306، وحنا يعني في الأيام اللي طافت أو على مدار سنة تقريبا يعني مجموعة من النشطاء ناشدنا أكثر من مرة استحداث طريق جديد للمدينة وهو طريق المقوع، لكن للأسف قاعد يحطون يعني شغلات إن من ناحية عدة نواحي، إن ما يصير من ناحية أمنية وهذا، يعني هذا مو قليل بحق أهالي مدينة صباح الأحمد إنه يكون لهم طريق مختصر يكون رابطهم بالمدينة مدينة صباح الأحمد، خصوصا أن المدينة تبعد عن السنتر تقريبا 70 كيلومتر. ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والأعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه مراعاة للجانب الإنساني وما تشهده البلاد حاليا من سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة وما نتج عنها من تطاير للحصى بالشوارع، فإن قطاع المرور لن يتخذ أي إجراءات ولن يقوم بتحرير أي مخالفات بحق الزجاج الأمامي أو الخلفي أو الأيسر أو الأيمن التالف للمركبات في الوقت الراهن. وأضافت أن قطاع المرور سيقوم بدوره المعتاد في تسهيل وتيسير الحركة المرورية على الطرق وضبط المخالفين والمستهترين. أعلن الناطق الرسمي باسم لجنة الدفاع المدني العقيد جمال الفودري التعامل مع 6089 بلاغا فعليا خلال 24 ساعة الماضية. وبين الفودري أن مياه الأمطار انحسرت يوم أمس الخميس في بعض المناطق الشمالية الغربية منها الجهراء وصليبخات وجابر الأحمد والقيروان بسبب هطول الأمطار بشكل كثيف وغزير، مما تسبب بسيول داخل المنازل وتجمع المياه، وهذا السبب الرئيسي في زيادة عدد البلاغات. من جهة أخرى أعلن الفودري أن الطرق التي ما زالت مغلقة إلى الآن هي نفق المنجف على خط لفحاحيل السريع والدائري السابع وبعض الطرق الفرعية، ونعمل جاهدين على عودة فتح الطرق في الساعات المقبلة. أكدت الهيئة العامة للبيئة ضرورة توخي الحيطة والحذر عند إقامة المخيمات الربيعية في بعض المناطق نظرا للأحوال الجوية والسيول التي مرت بها البلاد أخيرا تفاديا للأضرار. وشددت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة شيخ الإبراهيم على مرتدي المخيمات وجوب توخي الحيطة والحذر عند إقامة المخيمات، وخصوصا في مناطق اللياح وأم الرمم وقاضمة والسالم والشقاية والصبية التي تعتبر أكثر المناطق عرضة لانجراف السيول أثناء سقوط الأمطار.
قام ممثل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله بحضور حفل الذكرى 70 لافتتاح كنيسة القديس بول في منطقة الأحمدي. هذا وألقى المطران مايكل لويس مطران قبرص والخليج للكنيسة الإنكليكانية كلمة أشاد فيها بالشعب الكويتي وما يتميز به من روح التسامح والتعايش السلمي عبر التاريخ. بات في حكم المؤكد غياب فهد العنزي لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم عن مواجهة الأزرق المقررة أمام نظيره السوري الثلاثاء المقبل، وذلك بعد تعرض العنزي لكسر في الساق استدعى خضوع لعملية جراحية قبل العودة إلى الملاعب مجددا. من جانبه أكد فهد عوض مدير المنتخب أن الأزرق مستمر في تدريباته اليومية بعد إلغاء مواجهة البحرين التي كانت مقررة أمس نظرا للظروف الجوية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن التركيز منصب حاليا على مواجهة سوريا الثلاثاء المقبل وديا.